مساء الخيرات على حضراتكم. ستظل مصر عبر التاريخ هي حصن القضية الفلسطينية، وطبعا احنا عارفين مصر ماذا فعلت للقضية الفلسطينية، وهي أيضا خط الدفاع الدائم والأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وده أكيد مؤكد بكل الأزمنة والحقب اللي مرت على هذه القضية. مصر كمان أثبتت للعالم في كل الأحداث، وتحديدا منذ بدء العدوان على غزة بعد أحداث 7 أكتوبر زي ما تابعنا مع حضراتكم، إنها الطرف الأبرز والأهم في طريق الوصول إلى اتفاقية هدنة ووقف نزيف الدماء اللي بيحدث في قطاع غزة. الحقيقة كمان مصر تحملت على مدار شهور الحرب، وتحملت ما لا يمكن أن تتحمله أي دولة في العالم، وذلك للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني. أثبتت مصر على أرض الواقع زي ما تابعتم طوال هذه الفترة منذ 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم، أثبتت على أرض الواقع بالتفاوض وبتقديم الدعم والمعونات للشعب الفلسطيني واستقبال الجرحى والمصابين وذويهم وعلاجهم، وتابعنا كل ده. أنا شخصيا كإعلامية زرت أهالينا في قطاع غزة، الجرحى اللي كانوا موجودين في العريش، وكان في الحقيقة عدد من كافة وسائل الإعلام المصرية دائما متواجدين ودائما يتابعون على أرض الواقع في العريش وأمام معبر رفح. مصر كمان يعني قالت للعالم كله وأكدت أنه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واجب، ولولا الحشد الدبلوماسي والإعلامي والسياسي اللي قامت بيه مصر ما كانوناش أبدا حنشوف اعتراف المؤسسات الدولية تباعا. وأنا هنا عايزة أقف مع حضراتكم، حضراتكم تابعتم هذه الاعترافات الدولية اللي بنتابعها كل يوم. المجهود المصري كان مجهود كبير جدا، واعي واثق دارس فاهم للقضية وعارف طبيعة المنطقة، وأيضا باحث طول الوقت عن حقوق الشعب الفلسطيني. ولولا الجهد الدبلوماسي والجهود الدبلوماسية وكل ما قامت به مصر، ما كناش هنشوف اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، لأنه لو رجعنا للتاريخ وشفنا الأزمنة ما كانش فيه هذه الاعترافات. ولكن اللي بنشوفه ده جهد كبير وصلت بيه مصر، وقدرت للرأي العالم العام العالمي إنها توصل الصورة، توصل الحقيقة، توصل المشهد كما هو بكل الحقائق وبكل ما فيه من صعوبات. أيضا مصر أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاول طول الوقت أن تبحث للمدنيين الفلسطينيين عن الأمن والأمان على مدار الأشهر الماضية. مصر كانت طول الوقت بتقود مفاوضات التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكيد تحملت الإدارة المصرية الكثير والكثير، وأكيد ممكن تتوقعوا ده كم من المفاوضات من جانبين ما فيش أي تفاهم ولا في أي نقط التقاء. كانت مصر هي اللي بتبذل الوساطة والمجهود الدبلوماسي الكبير جدا حتى يعود الحق، وحتى أن نصل إما إلى هدنة أو وقف إطلاق النار أو نحسن الموقف بكل الأشكال حتى يتوقف نزيف الدم الموجود في قطاع غزة. ولكن يبدو أن موقف مصر الحقيقة القوي والساند والداعم للحق ما عجبش بعض الوسائل الإعلام الغربي، وده حضراتكم متابعينه وكلنا متابعينه في الحقيقة. واضح جدا أن موقف مصر وانحيازها التام للجانب طبعا الفلسطيني، وموقف مصر طول الوقت بأنها يعني فاهمة ومتابعة ما يقوم به الجانب الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي. بدأنا نتابع بقى طول الوقت دلوقتي ادعاءات وأيضا مقالات وتصريحات هدفها إيه؟ هدفها تشويه الدور المصري، وطبعا ده يعني شيء واضح منه جدا، وكأن القضية يعني نسوا القضية الرئيسية وهي الاحتلال وهي الإبادة وهي الكوارث وهي اللا إنسانية، وبدأوا يركزون على مصر. الحقيقة شيء غريب جدا. لكن الهيئة العامة للاستعلامات ردت في بيان قوي جدا، وأكدت فيه أنه الإدعاءات اللي بتقدم من خلال مقالات ومواقع صحفية أوروبية وغربية وأمريكية خالية من أي معلومات،
وهذه الادعاءات لا تركز على اي مصادر صحفيه. انت عمرك شفت ادعاء او مصدر صحفي من غير ما تقول المصدر او المعلومه؟ او كله كلام، كلام مكتوب وكلام ينقل بلا وعي وكلام يعني. وحضراتكم كنتم متابعين طول الوقت هذه الوسائل لما كانت تقول ايه، مصر تغلق معبر رفح، تطلع مصر بقى لها شهور طول النهار الخبر الاول في كل نشراتها، في كل مواقعها، في كل تصريحاتها، معبر رفح مفتوح 24 ساعه. فاذا الادعاءات كثيره وبلا مصدر وكلها مجهله. وكانوا الحقيقه يعني كنا بنطالب حتى وسائل الاعلام ان تتحرى الدقه، ان تبحث عن المعلومات، ان تنقلها، ان تنقل الصدق، ان تنقل الواقع، او ان تقدم سند. هذا هو الاعلام وهذه هي الصحافه وهذا هو كل من يعمل في مجال الاعلام او الاخبار. لكن في الحقيقه الممارسات ولعبه القاء الاتهامات، احنا بقينا في لعبه يلقوا الاتهامات على الوسطاء وتحديدا طبعا الوسيط الاهم في سير المفاوضات وهو مصر، جمهوريه مصر العربيه. وده بقى شيء واضح جدا ولعبة مفهومة، مفهومة لدى المصريين قطعا، جدا مفهومة جدا. الدبلوماسية المصرية، القيادة المصرية والسياسة المصرية فاهمة كويس قوي احنا مش اول مرة نتعامل مع الجيش الاسرائيلي او العدو الاسرائيلي او الاحتلال الاسرائيلي او ايا كان من هذا الكيان. وطبعا مصر فاهمة كويس قوي، ودائما وابدا مصر بتؤكد بانها سيظل الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني مستمر بجهود مصر على كافة الأصعدة الدبلوماسية الشعبية والإغاثية، لأنه زي ما كان العالم متوقف وزي ما كان العالم لا يهتم ولا يسمع لما يحدث في قطاع غزة، كان الشعب المصري وأيضا القيادة المصرية الجميع في نفس المركب واحدة دعما للقضية الفلسطينية. خليني أخذ مزيد من التفاصيل والتعقيب والرأي أيضا الصحفي، كاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. مساء الخير أستاذ محمود. مساء الخير أستاذ شفكي وكل مشاهدي القناة الأولى. الحقيقة الموقف أصبح يعني مثير للضحك، يعني كمية الاتهامات وكأنهم نسوا القضية ونسوا الكوارث ونسوا الإبادة ونسوا ما يحدث منذ شهور في قطاع غزة، وأصبحت الاتهامات موجهة إلى مصر، كيف تراها؟ يعني في الحقيقة الاتهامات لمصر كانت أمر يعني غريب جدا وفي توقيت مريب جدا، خاصة وإنه توقف الهدنة ده كان مشكلة للجميع لكل الأطراف. وخلينا اقول لحضرتك ان مصر لا تتعامل مع القضيه الفلسطينيه باعتبارها وسيط، ولكن هي باعتبارها شريك من اول يوم، ومصر تتحمل فاتوره ثقيله جدا للازمه الفلسطينيه، تتحمل عبء ان هي الطرف الوحيد الذي يريد المحافظه على الحقوق الفلسطينيه وعلى الحق في انشاء دوله فلسطينيه مستقله عاصمتها القدس الشرقيه. وده ربما ثابت من ثوابت الخارجيه المصريه اللي بتاكد عليها طول الوقت، واللي بتحاول ان هي من خلال دعمها لهذه الثوابت ان هي تحافظ على فكره الدوله الفلسطينيه وتحافظ على فكره الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني. وده اللي ربما اثار غضب الاطراف الاخرى، واثار فكره ان هم يشوهوا الدور المصري ويحاولوا ان هم يعني يعبسوا ويعني يقول الكلام اللي حضرتك اشرتي من شويه على سي ان ان. هو كان امر مثير للسخريه في الحقيقه انه يبقى من العبث انه نتحدث عن انه مصر تحاول ان تؤثر على طرف من الاطراف او تتلاعب بطرف من الاطراف، لانه منذ اليوم الاول مصر هي من تدعو الى السلام، ومصر من هي تدعو الى وقف وتهدئه الامور وتسعى الى انه يعني يعم السلام المنطقه. كيف وانه الولايات المتحده الامريكيه تدعو مصر الى هذه المفاوضات وتدعم موقفها وتدعم وجودها، وكانت متواجده طول الوقت في على المائده المصريه وتناقش الورقه المصريه التي توافق عليها الجميع، حتى حدث ما حدث في كرم ابي سالم، ثم وجدنا العدوان الاسرائيلي يصل الى مدينه رفح الفلسطينيه. طب كانت ده والسؤال هنا أستاذ محمود، يعني خلينا نقرأ هذا الإعلام الغربي أو الأمريكي في هذه الادعاءات، هل هو
يعني تكسير لدور مصر وأيضا عقاب لمصر، لأن مصر واقفة. أنا بحس طول الوقت، ويمكن هي دي الكلمة اللي دايما أرددها، وكأن مصر شوكة يعني في هذه المفاوضات. مصر واعية، مصر فاهمة، مصر متابعة، مصر عندها دبلوماسية عالية، مصر يعني متابعة الموضوع كله على الأرض، مصر مهتمة جدا بأنه لا يتم تصفية القضية بأي شكل من الأشكال. هل ده عقاب؟ هل ده تكسير في عظم مصر؟ عقاب يعني على انه يعني ازاي مصر بتعمل الدور، وانه يبقى فيه اتهامات ويبقى شكل مصر امام العالم وكانها لا تقوم بالدور اللي المفروض تقوم به. بالتاكيد يعني كل اللي حضرتك اشرتي اليه ده موجود وعلى الطاوله، وبيحاول بعض الاطراف انها تضغط على الدور المصري وتضغط على المفاوض المصري حتى يرضخ لما يريده او ما تريده الحكومه الاسرائيليه المتطرفه، اللي هي اوصلتنا جميعا لطريق مسدود في الحقيقه، واللي بتحاول طول الوقت انها تستقوي بالطرف الامريكي على باقي الاطراف من اجل ان تنفذ ما تريد، ومن اجل ان تمر سياستها وجرائمها ضد الانسانيه دون عقاب. وده ربما للاسف الشديد الدور الامريكي بقى الان تابع للدور الاسرائيلي، ويسعى طول الوقت انه يهدئ من المواقف الدوليه العنيفه والقويه تجاه الجرائم الاسرائيليه. اكيد. ده واحد. الامر الثاني انه مع اضعاف الدور المصري تستطيع اسرائيل والحكومه الاسرائيليه المتطرفه ان تمرر خططها التوسعيه، وعلى راسها فكره انها تكمل في مسار التهجير القسري لاهالينا في غزه وتصفيه القضيه الفلسطينيه وفرض امر واقع علينا في قطاع غزه. وده اللي ربما الدبلوماسية المصرية رفضته والمفاوض المصري رفضه، انه يتحدث مع طرف اسرائيلي اخر يحاول ان يسيطر على المعبر من الجهة الاخرى، معبر رفح، ومن خلال يعني هذه الضغوط يحاول ان يمرر المساعدات. نحن لا نعرف من سيتلقى المساعدات على الطرف الاخر. اكيد الطرف الاسرائيلي غير مؤتمن في طبعا الاساس على المساعدات الذهبية. استاذ محمود، هو مكان يعرقل المساعدات، يعني كمية الـ يعني حضرتك تتذكر في البداية حتى مع دخول المساعدات كان بيتم مراقبة المساعدات وإرجاع بعض المساعدات، وهم كان من يعرقلوا وصول هذه المساعدات، فكيف إن مصر تأتمن هذا الجانب على وصول المساعدات بأي شكل من الأشكال؟ خلينا نتواضع حضرتك، وما يقوم به المستوطنين الآن من هجوم على المساعدات حتى من يصل منهم من الجانب الأمريكي. صحيح. يعني حتى كل المساعدات القادمة من أمريكا كلها سرقت وكلها تم إفسادها، وما دخل من كرم أبي سالم أيضا تم إفساده، وفي النهاية ما تقوم به إسرائيل الآن هو سياسة تجويع وحصار وجريمة من جرائم الحرب ضد أهلنا في غزة من أجل دفعهم في النهاية إلى التهجير القسري. أكيد. وبالتالي أنت الطرف الإسرائيلي يريد أن يضغط علينا، يريد أن يضغط على مصر، يريد أن يمرر صفقاته المشبوهة، يريد أن ينفذ خططه المزعومة من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية بالأساس. أكيد يعني واضح جدا كل ما يقدمونه. هل يعني في حاجة تانية حضرتك عايز تقولها؟ تفضل. خليني أقول لحضرتك أنه الحل النهائي لكل هذه الأمور هو العودة مرة أخرى إلى الورقة المصرية. صحيح. هي الورقة الوحيدة الواقعية التي يمكن البناء عليها في أي هدنة وفي أي محاولة إلى إنهاء هذا الوضع المأزوم في غزة. والورقة المصرية مبنية بالأساس على توافق الأطراف جميعا على خطة زمنية مقابلها انسحاب ومقابلها على الطرف الآخر إخراج أسرى. وبالتالي فالورقة المصرية أتصور أن هي البداية الحقيقية لهدنة في قطاع غزة، ربما يعني تاخذنا بعد ذلك إلى توحد الموقف الفلسطيني والعودة مرة أخرى للمفاوضات وترعاها مصر أيضا مع الأطراف الدولية. بخلاف ذلك سيستمر نزيف الدم في فلسطين. صحيح. سيستمر الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، ستستمر فكرة يعني توجيه الاتهامات للحكومة الإسرائيلية والأطراف الأخرى المتورطة في القتل في الأراضي المحتلة، وبالتالي سيستمر هذا الأمر إلى فترة لا يعلمها إلا الله. فبالتالي العودة مرة أخرى للورقة المصرية. أنا بتفق معاك، خلينا نتفق إن احنا ننهي هذا يعني هذا الحديث زي ما حضرتك ذكرت. العودة إلى الورقة المصرية هو الحل، لأن هو الحل الآمن، هو الحل الحقيقي، هو الحل بأن تبقى القضية الفلسطينية على الخريطة، وألا يلعب أحد بهذه القضية أو يحاول تصفية هذه القضية، وأن يتحجج بموقف مصر كما يذكرون. ولكن أعتقد مهما قيل
الكل عارف ماذا قدمت مصر وماذا تقدم، وأيضا ستظل مصر دائما تقدم دورها طول الوقت. الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. الادعاءات الإسرائيلية أنت طول الوقت بتتابعها يعني، وطبعا خليني كده أبص مع حضراتكم على الموقف، تعالوا نفصصه كده مع بعض. الموقف أصبح بالنسبة للعالم، طلع النظام الدولي والنظام السياسي الدولي بره الموضوع وبص على الشعوب. الشعوب الحقيقة تأثرت جدا، والشعوب كانت الحقيقة طول الوقت مع ما يحدث في قطاع غزة، وطول الوقت مع يعني أنه لابد من أنه يكون في إنصاف لأهل غزة، ويكون في إنصاف، يكون في اعتراف كمان بحق الفلسطينيين في العيش بأمن وسلام، وأن يكون عندهم دولة. خليني أتابع معكم يعني بعض الأخبار اللي أكيد يعني أقلقت إسرائيل وعملت لها إزعاج وعملت لها ضيق، لأنه الحقيقة منذ اجتياحه لغزة كان يتصور بأنه هيكون هو الرابح وهو الكاسب، وأنه هيقضي على القضية وأوروبا هتكون بتساعده. لكن يبدو مع طول الوقت ومع هذه الكوارث والإبادة فاق العالم، وحصل فيه إفاقة لعدد من الدول الأوروبية منذ إعلان أسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافهم رسميا بدولة فلسطين، وردود الأفعال الحقيقة العالمية والدولية لا تتوقف. الكل يعرف أن هناك موقف أوروبي منحاز جدا للجانب الإسرائيلي، ولكن وجود اعتراف رسمي من قبل دول أوروبية قد يكون بداية الاعتراف لدول أوروبية أخرى، ممكن جدا يعني احنا نشوف المشهد نلاقيه بيصعد بشكل كبير وتنضم دول أوروبية، وهذا متوقع كما يتحدثون في الساسة أيضا. من أبرز ردود الأفعال الدولية كان طبعا رأي الإدارة الأمريكية اللي قالت من خلال مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، وقالت عن حق كل دولة، يعني كل دولة لها الحق اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين. ده كان الرأي الأمريكي، وطبعا ده مؤشر في الحقيقة واضح لموقف الإدارة الأمريكية، خصوصا أنه البيت الأبيض أعلن أن الرئيس بايدن كان على علم مسبق بقرار الدول الثلاث. السؤال الآن، هل يكون الطريق للاعتراف دوليا ممكن يصبح ويبقى فيه اعتراف دولي أكبر بدولة فلسطين؟ سؤال خلينا نطرحه على السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة. سعادة السفير مساء الخير يا فندم. سعادة السفير، سعادة السفير حضرتك بتسمعني؟ طيب خليني أطرح السؤال، يعني بنقول يعني بعد هذا الاعتراف للدول الثلاث، السؤال هو هل ممكن يكون في اعتراف دولي قادم؟ هل ممكن تنضم دول أوروبية أخرى؟ هل ممكن يتغير المشهد دوليا؟ هل الضغط اللي حاصل من الشعوب وأيضا من الجامعات الأوروبية والأمريكية، خصوصا الجامعات فيها شباب، فأنت عندك القوة الداعمة اللي هو الجيل القادم، الجيل اللي هيحكم بكرة، هو أيضا رافض لما يحدث في قطاع غزة، ورافض للاحتلال الإسرائيلي، ورافض للإبادة واللا إنسانية. خليني أرجع وأعيد يعني نشوف إجابة عند السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة. سعادة السفير حضرتك سمعني؟ سعادة السفير، طيب يبدو أنه يعني ممكن يكون الصوت مش واصل، ولكن خليني أقول لحضراتكم أنه الاعتراف بالثلاث دول دول عامل في أوروبا حالة من القلق، لأنه طبعا لما أنت بتتكلم على أسبانيا، أيرلندا، النرويج، والثلاثة الحقيقة عندهم مشاكل مع إسرائيل يعني، وطول الوقت غير معترفين. أيرلندا من أول الدول اللي كانت دايما داعمة لفلسطين، وطول الوقت بتقدم الدعم، وطول الوقت شايفة أن ما يحدث ليس من حق إسرائيل أن تقوم بهذه الإبادة للشعب الفلسطيني، وما يحدث لا توافق عليه أبدا. أيضا النرويج بنفس الطريقة. خلينا نرجع تاني لسعادة السفير، سعادة السفير ماجد عبد الفتاح مساء الخير يا فندم. مساء النور. سؤالي لحضرتك، بعد الاعتراف للدول الثلاث، هل تتوقع بأنه هذا الاعتراف يا فندم ممكن يأخذنا إلى اعتراف دولي أو إلى انضمام عدد جديد من الدول الأوروبية؟ بالطبع
الاعتراف ده جه نتيجة جهود مكثفة قامت بها الدول العربية على كافة المستويات، سواء كان على مستوى القادة، مستوى وزراء الخارجية، مستوى البعثات في الخارج هنا، بعثات الجامعة العربية، بعثات الدول العربية المختلفة. يعني يمكن خليني أرجع بك خطوة ورا. اتفضل. إن إحنا بدأنا أولاً بالدول الكاريبي من حوالي أسبوعين، ونتيجة لجولات قامت بها مجموعة السفراء هنا في دول الكاريبي، اعترفت أربع دول: باربيدوس وجامايكا وترينيداد وتوبيجو والبهامز. تمام. اعترفوا، وبالتالي جميع دول الكاريبي ما عدا بنما أصبحوا لغاية دلوقتي معترفين بدولة فلسطين المستقلة. انتقلنا للمرحلة الثانية إلى الدول الأوروبية، النرويج وأيرلندا وأسبانيا، اعتبارا من يوم 28 مايو زي ما تفضلت سيادتك وقلتي، هناك دول أخرى بتبحث بجدية إنها تعترف، منها بلجيكا، منها سلوفينيا، منها لوكسمبورغ، ربما البرتغال. وهناك الحقيقة أنا أتوقع يا فندم إنه بلجيكا ربما تكون الأقرب بعد انتهاء الدورة، لأن هي يعني هي رئيسة الدورة في الاتحاد الأوروبي، فربما تكون هي الأقرب مثلا. بالضبط، ممكن يعني في قدر، هم الدول دي بتحب دايما، الدول الأوروبية ما حدش منهم بيحب يتحرك فرادى، وبالتالي بيحاولوا إن هم دايما ينسقوا مع بعض ويطلعوا مجموعات زي ما نسقوا مع بعض النرويج وأيرلندا وأسبانيا، وعملوا مؤتمر مشترك. صحيح. وطلعوا قالوا مع بعض، وبالتالي أتوقع إنه هيكون في مؤتمر مشترك مماثل مثلا، يعني أقول لك من حيث المبدأ أواخر يونيو أوائل يوليو، في الوقت ده قد يكون هناك احتمال لحاجة تانية من أوروبا. تمام. في نفس الوقت إحنا مستكين على بقية المجموعات، إحنا مثلا في أفريقيا شغالين برضو مع الدول التانية اللي هي لسه لم تعترف، زي إريتريا، زي الكاميرون. الكاميرون هيبقى رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي، والكاميرون هيبقى رئيس الدورة اللي جاية بتاعت الجمعية العامة، الدورة 79. تمام. وبالتالي حريصين إن هم برضو ينضموا لقائمة الدول. بنشتغل برضو مع الدول الآسيوية، اليابان وكوريا، رغم ان هم صوتوا لصالح قرار وقف اطلاق النار، قرار 27-28 في مجلس الامن، الا انهم لغايه دلوقتي لسه مش معترفين بفلسطين. احنا بنمارس معاهم برضه اتصالات، وبنعمل معاهم برضه استراليا ونيوزيلاند وما يرتبط بهم من ال 14 دوله بتوع منطقه البحر الباسيفيكي، دول كلهم برضه بنعمل معاهم بفوتات. الهدف ايه؟ الهدف هو ان انا يبقى عندي كتله تصويتيه كبيره جدا في الجمعيه العامه، اقدر اطلع بيها قرار يطلع ب 170 180 صوت من 193، يقول لمجلس الامن عيد النظر ودخل دوله فلسطين. صحيح. طيب كل ما بزود، يعني احنا خدنا 143 صوت في القرار الاخراني. 143 صوت دول اللي هم كانوا اوريدي معترفين بفلسطين. زودي عليهم الاربعه الكاريبي بقوا 147. زودي عليهم الثلاثه الاوروبي اللي اعترفوا لغايه دلوقتي يبقوا 150. هنزود عليهم اربعه كمان اوروبي يبقى 154. لو زودت عليهم كمان اثنين افارقه 156. كل ما زود عدد الاصوات في الجمعيه العامه بزود الضغط على مجلس الامن، وبزود الضغط على اسرائيل وعلى الولايات المتحده ايضا بشكل غير مباشر، لان احنا نقدر نعمل نرجع تاني مجلس الامن نطلب انه يطلع قرار من غير فيتو. أكيد. وإن شاء الله يعني هنحدد التاريخ المناسب في الوقت المناسب، ولكن الحملة دي مستمرة ومعانا وقت. أكيد. واخدين وقتنا فيها لغاية لما نشوف كمان نتيجة الانتخابات الأمريكية هتروح معانا لغاية فين. أكيد. طيب طبعا أكيد الانتخابات الأمريكية أكيد حيبان الموقف كمان، لكن خلينا برضو نقول سعادة السفير، لو بصينا من الجانب الإسرائيلي، يعني كيف يرى الجانب الإسرائيلي الآن هذه الاعترافات الدولية، خاصة وأنها أوروبية؟ يعني هو طول الوقت شايف أن أوروبا أيضا بتدعمه وفي ظهره، ساند داعم طول الوقت، ولكن لم تأتي أيضا اعترافات من دول أوروبية، كيف يراها الجانب الإسرائيلي وهو في هذه الحالة الهستيرية؟ بالضبط، لان سيادتك تفضلتي وقلتي ان هو في حاله هستيريه، هو بالنسبه له دي حاجه كانت غير متوقعه، هو يعلم انه كان هناك بعض الاتصالات تجري حول هذا الموضوع، ولكن لم يكن يتوقع ان احد سيجسر على ان هو يتحدى اسرائيل او يتحدى الولايات المتحده في
فيما يتعلق بهذا الموضوع. صحيح. وبالتالي ولكن انا بقول برضه التحدي ده فاهم فيه ايه؟ فاهم فيه ايضا تدهور الحاله الانسانيه الى الحد المزري اللي موجود. ان فاهم فيه ايضا الصلف الاسرائيلي والتشدد الاسرائيلي لحكومه المتطرفين اللي موجوده في الحكم. فاهم فيه ايضا قرار المحكمه الجنائيه الدوليه. صحيح. من داعي العام بان هو يحيل نتنياهو وزير دفاعه الى المحاكمه. صحيح. فاهم فيه ايضا الاجراءات الاحترازيه اللي محكمه العدل الدوليه طلعتها مرتين. صحيح. واللي بكره هتطلع مجموعه ثالثه من. صحيح. الاجراءات الاحترازيه علشان خاطر. وبالتالي هناك احساس بانه في تحدي للاراده الدوليه. أكيد. والاحساس ده بيزود عند الدول. انا يعني انا طبعا في دول في اوروبا لا يمكن ان انا اتوقع ان هي طبعا عندنا المانيا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا طبعا ولا النمسا ولا ايطاليا. لا فرنسا لا استبعد فرنسا. لا استبعد فرنسا تعترف. فرنسا بتصوت على كل القرارات لصالحها. ولكن في اطار اعتبارات متعلقه بالدول الخمسه الكبرى اللي هي عندها حق الفيتو بتحاول توزن نفسها ما تبانش انها داخله ضد مع حد ضد حد بالذات في ظل المواجهه الجيوسياسيه اللي موجوده حول اوكرانيا كمان في ظل يمكن صرخه الشعوب. يعني حضرتك احنا لا نغفل صوت الشعوب اللي في الشارع. يعني الشارع الاوروبي ده يعني شهد ده. مظاهرات كثيره جدا حاشده طول الوقت ومليئه بالشباب. يعني فايضا اعتقد ان ده في عين الاعتبار. يعني موجود المشهد واضح. بالضبط بالضبط. وانتقلت عدوى الجامعات اللي بدات هنا في امريكا الى الدول الاوروبيه. مزبوط. ومن ضمنها الجامعات الفرنسيه. مزبوط. والجامعات الانجليزيه وغيرها. وبالتالي مزبوط. هناك حاله برضو من التعاطف ناتجه عن التعاطف الشعبي. صحيح. هناك تعاطف شعبي في هذه الدول. صحيح. وليس مجرد تعاطف حكومي هو ده اللي بيدفع الحكومات انها تتخذ مثل هذه القرارات الشجاعه اللي هي بتتحدى بها بقى اسرائيل وتقول له لا انت خلاص هتتحاسب وبالتالي يعني. صحيح. لازم بقى توقف. هل ده بقى هيوقف اسرائيل عن هيخلي اسرائيل توقف اطلاق النار؟ ده هو لا السؤال. اعتقد ربما يزيد الهستيريا لانه لما يحس يعني انه بقى في اعتراف فتبقى في هستيريا اكثر واكثر. يعني نحن نعلم بان العقليه والعقيده الاسرائيليه لا ترى ولا تسمع. بس برضه لما هيحس ان هو كل حاجه بيعملها تتسجل وكل حاجه بيعملها هتوديه المحكمه الجنائيه الدوليه وهتوديه محكمه العدل الدوليه برضو اكيد هيحسب حساباته بدل المره 10 لانه هو الغرض ايضا في اسرائيل. احنا قلنا ان في مصالح انتخابيه يمكن في امريكا. صحيح. في اسرائيل في مصالح متعلقه بان رئيس الوزراء متوجه له اتهام بالفساد وممكن يخش المحكمه والسجن في اي وقت. صحيح. وممكن لو ممكن يتحاسب على فشل الحملة العسكرية اللي عملها على غزة خاصة أنه مش هيعرف يقضي على حماس. يعني أكيد. حماس ده دي ما هياش حركة إرهابية. ما هياش حركة الشباب أو بوكو حرام أو الام 23 بتاعت الكونغو. صحيح. لا دي ده فكر مقاومة احتلال. صحيح. مقاومة الاحتلال ومقاومة المحتل طبعا في القانون الدولي وفي الأمم المتحدة مشرعة وليها قواعدها وليها قوانينها. أكيد أكيد. الاحتلال غير الإرهاب لأن دي دولة محتلة وهي الدولة الوحيدة المحتلة في العالم حتى الآن. أكيد نتمنى أنه يعني هذا المحتل الإسرائيلي قد يرى بأنه العالم يتغير حتى وإن كانت البداية من 3 دول أوروبية بدأت الاعتراف وتليها ربما في الشهور والأيام المقبلة دول أخرى ويرى أنه لابد من وقف الإطلاق النار وإنهاء هذا يعني هذه الكوارث اللي موجودة في قطاع غزة. السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة أشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. كما رأيتم حاولنا أن نقرأ المشهد حاولنا أن نقرأ ماذا تقول إسرائيل وماذا تفعل إسرائيل إذا كانت إسرائيل اليوم ترى بأن المشهد بدأ يتجه ضده سواء من عدد من الدول الأوروبية أو الشعوب اللي موجودة دائما وتصدر اللوحات وتكتب وتشجب ما يفعله المحتل الإسرائيلي وأيضا العالم إنسانيا خاصة بعيدة عن الأنظمة السياسية إلا حتى اللحظة لا تتحمل المسؤولية كاملة. ولكن ستظل مصر تقدم ما تقدم
تستطيع أن تقدمه، لأن هذا هو دور مصر. مصر قدمت للقضية الفلسطينية، هو موجود على مدى التاريخ والأزمنة، وستظل مصر تقدم دورها دبلوماسيا ودعما وماديا وإنسانيا وإغاثيا طول الوقت، حتى وإن كانت المقالات والتصريحات الأوروبية أو الأمريكية أو المواقع الصحفية المجهلة تتكلم في شأن مصر، ولكن الواقع يقول بأن مصر دائما حاضرة في المشهد ودائما تعرف بما المفروض أن ينتهي هذا المشهد بالشكل الإنساني، وأيضا بأن يكون هناك هدنة ثم تليها وقف الإطلاق النار ونبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين. مصر ستظل تلعب هذا الدور رغم كل ما يحدث في هذا المشهد، حتى وإن كان الاحتلال الإسرائيلي هو من وراء الاتهام لمصر، ولكن مصر فهمة تماما وعارفة دبلوماسيا كيف تقدر وكيف تقيم هذا المشهد. دعونا نكمل مع حضراتكم الليلة مزيد من التفاصيل، مزيد من الأخبار وأيضا التحليلات. فصل قصير ونتواصل مع حضراتكم، تفضل. أهلا أهلا بحضراتكم. الحقيقة لا صوت يعلو فوق صوت غزة، هو ما يحدث في غزة، وطبعا المطالبات والسعي طول الوقت الحقيقة بأنه يكون وخاصة من الجانب المصري لوقف إطلاق النار، وده بدأ الحقيقة من أول يوم، يعني من أول يعني مع هذا الاجتياح في غزة، ومصر بتحاول ومن أول الدول اللي تحركت بشكل سريع جدا في محاولات الوساطة لوقف إطلاق النار. ولكن النهاردة بنشوف تصريحات منسوبة لمصدر رفيع المستوى بيؤكد أن الموقف الإسرائيلي غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق أيضا سراح الرهائن. زي ما أنتم عارفين يعني المصطلح بأنه الموقف غير مؤهل معناها أنه يعني المفاوضات مش ماشية على الشكل المطلوب. احنا عارفين أن مصر طول الوقت بذلت مجهود كبير جدا، وفود بتيجي إلى مصر ومصر بتبقى موجودة في دور الوساطة ومن الدبلوماسية والعقلية المصرية حتى نصل إلى حل، خاصة أن يكون في هدنة ويكون في أيضا إطلاق للرهائن. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مع دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ونرى من خلاله كيف يرى هذا التصريح من مصدر رفيع المستوى كما نقول بأن الموقف يعني غير الإسرائيلي غير مؤهل للوصول إلى تسوية نقدر نحصل فيها على هدنة أو وقف إطلاق النار أو حتى إطلاق سراح الرهائن. خليني أعرف مزيد من التفاصيل دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي فندم. أهلا يا دكتور. يعني 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 كيف ترى يعني هذا يعني هذا الموقف، يعني مصدر رفيع المستوى أن يذكر بأن الموقف غير مؤهل من الجانب الإسرائيلي أنه يكون في تسوية أو يكون في مفاوضات؟ يعني خلينا أشير لحضرتك أنه بالتأكيد أنه الموقف على الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تقييم، لأن الجانب الإسرائيلي غير جاد قولا واحدا في التعامل مع مسار التهدئة والوصول إلى حالة هدنة. هناك استراتيجية شراء الوقت التي اتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي ومحاولة تصدير الأزمة إلى دول الجوار وإلى مصر تحديدا. أنت تعلمي أن مصر حددت شروطها وخطوطها الحمراء في التعامل مع موضوع المعبر والممر، ممر صلاح الدين، والأمور واضحة في هذا، لا تحتمل أنصاف حلول أو أشباه سيارات. لكن الجانب الإسرائيلي ممعن ومستمر حضرتك في العملية العسكرية في شرق رفح، ويكرر أكاذيب ومزاعم عديدة على الرأي العام والجمهور الإسرائيلي. بطبيعة الحال في رسائل الجمهور الإسرائيلي الداخلي، وفي جزء مرتبط بمكونات الائتلاف الحاكم في إسرائيل، واستمرار العمل العسكري ومحاولة طبعا الإفراج عن المحتجزين وغيره. لكن الآن لا يمكن أن تبدأ المفاوضات، والعمل العسكري مستمر بصورة أو بأخرى. يعني لا يمكن تقبل ما يجري بالنسبة لهذه الاستراتيجية. وأنا تقديري أنه هذا الموقف بطبيعة الحال يحتاج إلى مراجعة. مصر بذلت ولا تزال تبذل جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر كوسيط مهم، ولا يوجد وسيط آخر. يعني قولا واحدا هناك أطراف أخرى ربما تكون لها دور، لكن الوساطة والخبرة وتراكم العمل الاحترافي في مجال المفاوضات وتقريب وجهات النظر استمر طبعا بصورة كبيرة،
وبالتالي تهديد مصر بوقف دور الوساطة والإشارة إلى هذا أمر مهم للغاية لكي تراجع الأطراف الأخرى، لأن إسرائيل تماطل ولها حساباتها ولها تقديراتها، والعمل العسكري غير مقبول ولن نقبل به، ولن تفرض خيارات على مصر من جانب واحد، ولن نقبل بترتيبات الأمنية والاستراتيجية. وهي رسالة أيضا حضرتك للجانب الأمريكي، بمعنى لأن الجانب الأمريكي أيضا مسؤول مسؤولية كاملة عما يجري، وهو شريك وشريك متواطئ ومتباطئ مع الجانب الإسرائيلي، لأنه بطبيعة الحال هم كانوا موجودين في المفاوضات طوال الفترة الماضية من باريس 2 ثم الدوحة ثم القاهرة. والجانب الأمريكي عليه أن يقوم بدوره في هذا التوقيت كطرف إذا أراد أن يمارس دور وسيط ليس شريك فيما يجري من إجراءات. أنا في تقديري أن الدولة المصرية بتقوم بدورها في هذا التوقيت مسؤولية كبيرة تجاه القضية الفلسطينية كبس عالمي، ومصر بمفردها تتحرك في الإقليم. يعني خليني أقول دي نقطة مهمة للغاية، تحرك مصر تحرك مسؤول، تحرك مهم لمنع تصفيه القضيه الفلسطينيه. لكن اذا عدتم عدنا بمعنى الرساله لاسرائيل في جزء منها اننا لن نقبل بالترتيبات الامنيه او الاجراءات التي تقوم بها القوات الاسرائيليه في هذا التوقيت. الافكار طبعا فيها قدر كبير من العبث، يعني الحديث عن يعني موضوع المعبر، الحديث عن وجود شركه امريكيه يمكن ان تدير وغيره، في اتفاقيه معابر حضرتك ولماذا طبعا واتفاقيه معابر ومكتوبه وموجوده في موجوده في الاتفاق يقوم بدور حضرتك يا استاذ شفتي، يعني يستطيعوا ان يقوموا بهذا الدور. لكن الاوروبيين ايضا عليهم دور، بمعنى انه الاوروبيين والجانب الامريكي اذا ارادوا ان يكون لهم دور ايجابي وليس دور تعطيلي. القاهره بتبذل مجهودات كبيره، لكن الصبر الاستراتيجي اللي تبعته مصر طوال الاشهر الاخيره لن يستمر طويلا. هذه رساله مهمه، وبطبيعه الحال مصر حريصه على عمليه السلام مع الجانب الاسرائيلي، لكن الرساله ان مصر لديها قدرات رادعه وقدرات استباقيه للتعامل مع اي تهديد يهدد امننا. وبطبيعه الحال نحن حريصين على ما تبقى من القضيه الفلسطينيه، لانه بدون وجود مصر طوال الاشهر الاخيره يا استاذ شفتي كان تم تخطيط القضيه الفلسطينيه. البعد الديموغرافي حاضر، مصر تحفظت على موضوع الرصيف البحري، مصر تريد ان تبقي على البعد الديموغرافي في قطاع غزه، والا سيكون هناك مخططات شيطانيه، لان مصر اللي وقفت قدام مخطط ترانسفير، ولولا هذا كان بالفعل تم ترحيل الاف الفلسطينيين اليوم. ما خلينا دكتور طارق زي ما حضرتك ذكرت، ولان مصر منتبهه طول الوقت وعندها من الخبره والحنكه مش بس في التعامل مع هذا الاحتلال الاسرائيلي، ولكن دبلوماسيه مصر وخبرتها الطويلة السياسية وقادت الحقيقة مفاوضات كثيرة جدا في هذه القضايا الفلسطينية، حتى وحتى في منذ بداية هذا الاجتياح، يعني ربما تكون الهدنات السابقة اللي كانت في البداية مصر كانت حقيقة طرف فيها وبذلت مجهود كبير، ولكن يبدو بأن الهستيريا الإسرائيلية يعني عندها مخططات أخرى، فشايفة أنه مش عاجبها الموقف المصري وشايفة أنها مش قادرة توصل لحل، وعلشان كده فكرة بأنه الجانب الإسرائيلي غير مؤهل للتسوية معناها أنه في معاندة، يعني في معاندة وفي عدم اهتمام بأنه القضية تتحل، أو أن يبقى في هدنة، أو أن يبقى في صفقة، أو أن يبقى في تسوية. بالطبيعة زي ما حضرتك لخصت الموقف كله، لكن إسرائيل دولة مأزومة في حالة من التأزم وحالة من الفوضى داخل إسرائيل. صحيح. حالة فوضى مرتبطة طبعا بمحاولة تصدير الأزمة إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر. وبالتالي بالفعل هي غير مهيئة الآن، لا حكومة ولا دولة. أنت أمام دولة بتعاني من حالة خلل بنيوي كامل، سواء كان على مستوى القرار العسكري أو مستوى القرار السياسي. يعني حينما يطالب مجلس الحرب اليوم حكومة نتنياهو بالعودة للمفاوضات، كيف ستعود المفاوضات حضرتك والعمل العسكري ماضي في طريقه؟ صحيح. كيف يقنع نتنياهو أسر وعائلات المحتجزين سيتم الإفراج عنهم وهو يقوم بهذا؟ وهو يقوم باجتياحه ده برفح، يعني الحقيقة هستيريا. القصد والمزاعم والأكاذيب يعني يروجها الخطاب السياسي الرسمي، يعني صورة كبيرة فيه كمان مزاعم وأكاذيب عديدة تجاه مصر خلال الساعات الأخيرة أيضا، بظل اعلام فوضوي، الاعلام الاسرائيلي اعلام فوضوي. صحيح. لا توجد توثيق ولا تستطيع ان تقف امام اخبار ومواقع مضلله، وبالتالي انا اعتقد انه مراجعه الموقف تجاه التعامل مع هذا الكيان المأزوم مهم جدا في هذا التوقيت. صحيح. لكي نعود المفاوضات بعد ذلك برؤيه ربما اكثر مقربه، لانه في النهايه الجميع سيعود الى مصر استاذ شفقي، لا أكيد. يوجد وقت سوى مصر.
يعني أكيد أنا هاخد من كلام حضرتك هذا الكيان المأزوم اللي بنتعامل معاه الآن، حالة من الهستيريا، حالة من التطرف، وهي إحنا أمام حكومة متطرفة. نحن نعلم منذ بداية ومنذ مجيء هذه الحكومة، نعرف جيدا يعني أن هذه الحكومة كانت ستتصرف بهذه الطرق التي نراها، لا فكر، لا دبلوماسية، إعلام فوضوي. حقيقة كيان مأزوم كما ذكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أشكرك شكرا جزيلا. هيفضل موضوع غزة الحقيقة يعني إحنا مش بس بنتابعه في الإعلام، ولكن إحنا بنتابعه لأنه مصر ليها دور، ليها دور مهم، ليها مش بس دور لأنها بتحمي القضية الفلسطينية، بتحمي أهلنا في قطاع غزة، ولكن إحنا عندنا كمان الجانب الأمني بتاعنا اللي إحنا بنأمن نفسنا، وفي نفس الوقت عارفين كويس قوي بأنه غياب الدور المصري معناها تصفية القضية الفلسطينية. فمصر عندها من الوعي والكياسة والقيادة السياسية والمثابرة والدبلوماسية إنها تبقى حريصة وتبقى سياستها واضحة وتبقى سياستها حاسمة، وكمان ما بيتلويش دراع مصر. يعني عمر ما شفنا دراع مصر أبدا ممكن يتلوي أمام الحق والحقيقة طول الوقت. طيب خلينا نروح شوية كده للشأن المحلي وناخدكم إلى السياسة النقدية. من كام ساعة كده قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في نهاية اجتماعها النهاردة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض، وكمان قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم، وده انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على طبعا المستويين العالمي والمحلي ومنذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. خلينا ناخد تفاصيل أكتر ونتعرف أكتر من الأستاذ أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه شفكي، واهلا بالساده مشاهدي القناه الاولى. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اطلعنا عن الموقف المركزي اليوم بعد انتهاء هذا الاجتماع. الحقيقه طبعا النهارده كان في تثبيت لاسعار الفائده على الايداع والاقراض من قبل لجنه السياسه النقديه في البنك المركزي المصري، وسعر الايداع دلوقتي 27.25% وسعر الاقراض هو 28.25%. ببساطه شديده علشان الساده المشاهدين، الاساس ان البنك المركزي دايما بيعقد اجتماعات سنويه هي عباره عن 8 اجتماعات، كل شهر ونص في اجتماع. في اجتماع 1 فبراير الماضي تم رفع الفائده بنسبه 2%، وفي الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي تم رفع الفائده بنسبه 6%. ليه؟ علشان اولا كل الدوله المصريه والبنك المركزي بتحشد كل الطاقات والقدرات لمكافحه التضخم المرتفع او ارتفاعات الاسعار الناتجه عن انعكاسات الازمه الماليه العالميه، وطبعا التداعيات الخاصه بالحرب الاسرائيليه على قطاع غزه وتاثيرها على اقتصاديات المنطقه. الحقيقه استاذ شفكي الفتره المقبله في اجراءات بتتخذها الدوله المصريه لخفض الاسعار، شفنا انخفاضات متتاليه على مدار الفتره الماضيه بتتراوح في السلع الاستراتيجيه والسلع المنزليه والكهربائيه وحتى السيارات بتتراوح ما بين 15 الى 30% في بعض السلع نتيجه الاجراءات اللي بتتخذها الدوله المصريه في دعم القطاع الخاص، ضخ مزيد من السيوله في الاسواق وضخ مزيد من الاموال عن طريق طبعا الافراج عن سلع عالقه في الموانئ ب 18 مليار دولار منذ بدايه 2024 وحتى الان لتوفير السلع اكثر للمواطن المصري في الاسواق، وكمان خفض الاسعار خلال المرحله المقبله. عايز اكد على نقطه مهمه، تثبيت سعر الفائده على الايداع والاقراض بيؤكد وجود شهادات مرتفعه العائد لمده سنه موجوده 23.5% وكمان موجود 27% اللي هي في نهايه العائد المستحق في نهايه السنه نفسها، وبالتالي ده العائد الخاص بشهادات مرتفعه العائد. في كمان اللي هي مدتها 3 سنين اللي هي 30% متناقصه، 30% السنه الاولى و25% السنه الثانيه و20% السنه الثالثه، وبالتالي الشهادات مرتفعه العائد هي مستمره لدعم المواطن المصري وتنميه مدخراته، بالاضافه الى الهدف
الرئيسي للدولة المصرية، وهو خفض مستوى التضخم. أكيد. وطول الوقت العالم بيعاني من التضخم المرتفع، ولكن الاستمرار المستمر في الإجراءات أو الاستمرار الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار ده من الأهداف المهمة. ده أهم حاجة أكيد. إذن خلينا نقول، إذن يعني ختم المركزي اليوم هذا الاجتماع بتثبيت سعر الفايدة كما هو. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع. زي ما حضراتكم زي ما تابعتم معنا بنحاول كده نقرأ معكم عدد من أخبارنا المحلية. مازال عندي عدد من الأخبار، أرجوكم عودوا إلينا بعد فاصل قصير. تفضل. الشراكة هي شراكة استراتيجية من الشركة المتحدة عشان خاطر صناعة المعارض. احنا كشركة وطنية واحد من ضمن الأهداف اللي بنشتغل عليها هو تنمية الصناعات المختلفة والمساعدة كشركة متحدة في مجالات مختلفة كتير. فواحد من ضمن المجالات هو مجال تكنولوجيا معلومات والاتصالات، ومن خلال ويندو تعتبر هي المنفذ الأكبر في صناعة المعارض لتكنولوجيا معلومات والاتصالات اللي هو معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي. معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي هو حجر زاوية موجود في هذه الصناعة، وبالتالي لازم كنا ندعم المعرض ده، والدعم ده من خلال ان احنا بنشترك مع شركة ميركوري في التنظيم لهذه الدورة وعدة دورات قادمة، ان احنا نشتغل على ازاي نخلي المعرض ده في صورة اكبر، في صورة اوضح، في صورة احسن، تقدم للسوق المصري والسوق العربي حوالينا، تقدم له حلول جديدة وتقدم له مشاركات جديدة ما تعودناش عليها. هل هنمتد إلى أفريقيا أو لا؟ أكيد أفريقيا مطروحة على الساحة. أكيد الانطلاق إلى أماكن أخرى مش شرط وبالضرورة أنها تبقى اسمها كايرو اي سي تي. ممكن ينبثق من كايرو اي سي تي حاجة جديدة تعمل، تبقى هي اللي بتطلع تعمل المشاركات المختلفة في المعرض المختلف. وده احنا بنشوفه في كتير من المعارض، ان احنا بنبقى موجودين في مدن تانية وبنشوف ناس بتحاول تسوق لمعرض جوه معرض. فالحقيقة ان احنا مش هنقف عند الخطوة اللي احنا موجودين فيها. الحاجة المختلفة اللي احنا عايزين نحققها هو اولا العودة، في اول حاجة العودة بحجم المعرض لما كان عليه في 2019 قبل الأزمات اللي مرت بها المنطقة ومر بها العالم، ثم اننا نستهدف مجموعة من الشركات العالمية اللي احنا عايزينها محتاجينها انها تدخل السوق المصري، ومحتاجين ان الزوار من المنطقة يجوا يتعرفوا عليها. في النهاردة شهية كبيرة موجودة عند الشركات العالمية انها تيجي لمصر وتيجي للمنطقة، ولكن ده محتاجين ان احنا نبني لهم البلاتفورم عشان خاطر يكونوا موجودين عليه أو موجودين فيه بشكل محترم. لكن الشراكة أيضا بتشمل مؤتمر الأمن المعلومات والأمن السيبراني اللي هو كايزك اللي يقام يوم 3 يونيو. ده يعتبر النهاردة هو أكبر محفل موجود هنا في مصر في هذا القطاع. هو ليس منافسا لأحد، هو النهاردة بيقدم نفسه زي ما بنشوفه موجود في يمكن بلدين آخرين في المنطقة، وبرضه ليس هناك تنافس، لكن هي صناعة كبيرة وصناعة تنمو دخلناها في التوقيت السليم عشان خاطر زي ما دخلنا في موضوع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل ما يبقى هذا المجال متسع للآخرين. أهلا بحضراتكم، رجعنا تاني. خلينا ناخد عدد من أخبارنا المحلية اللي بنحاول أيضا يعني نطلع حضراتكم عليها. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وقال النهاردة أنه استعرض خلال هذا اللقاء الحقيقة الجهد اللي بيبذل واللي شهدته النقابة خلال الفترة الماضية وأوضاع مهنة الصحافة. أكد كمان أنه اللقاء تطرق إلى التشريعات ومستقبل الصحافة، وتطرق أيضا الحديث إلى ضرورة وجود تشريع وتوفير لموارد النقابة، نقابة الصحفيين طبعا، وضرورة خوض تفاوض أيضا مع وسائل التواصل الاجتماعي
الاجتماعي وتوفير موارد أخرى للنقابة. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل عن هذا اللقاء وما دار فيه. معنا الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كل المشاهدين. مساء الخير على حضرتك. حضرتك قلنا يعني أولا هذا اللقاء وما دار فيه والأهمية اللي خرجت بيها من هذا اللقاء، تفضل. هو اللقاء النهاردة كان مهم جدا لأنه كان جزء من التواصل مع ما بين النقابة والحوار المفتوح ما بين النقابة وبين أجهزة الدولة. وطبعا في اللقاء كان مهم على أنه على مستوى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي. خلال اللقاء كان محاولة لاستعراض أوضاع الصحافة بشكل عام، محاولة لاستعراض الجهود اللي ممكن نطور بها المهنة. كان في دعوات كمان لأن إحنا الإعداد للمؤتمر العام باسم إعداد المؤتمر العام القادم لنقابة الصحفيين اللي هو بيناقش قضايا المهنة وأوضاع الصحافة وتطويرها، مناقشة لكل قضايا الصحفيين ومطالبهم في الفترة القادمة من أجل تطوير المهنة ومن أجل كمان تطوير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مطالب متعددة. كمان كان في جزء مهم له علاقة بمستقبل النقابة وكمان وكيفية توفير يعني موارد للنقابة سواء من خلال فن تشريعات لو توفير هذه الموارد، وكمان من خلال الدعم المستمر اللي بتقدمه الحكومة لنقابة الصحفيين. الحقيقة استعرضنا كثير من القضايا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بدأ اللقاء بتقدير واضح للصحافة وبتقدير واضح للجهود اللي بتبذلها الصحافة وإدراك للتحديات اللي بتواجهها، وإحنا كنا حريصين خلال اللقاء على استعراض يعني الأزمات اللي بتواجه المهنة، المطالب الخاصة بالصحفيين المتعلق بالأجور والأوضاع الاقتصادية والدخل والدخول المستوى للصحفيين، أوضاع بعض زملاء الموجودين في الصحف القومية، كل ما يتعلق يعني. حوالي اللقاء امتد لأكثر من ساعة، ربما ساعة وربع، فكان لقاء يعني متنوع وشاهد الكثير من التفاصيل المختلفة. طيب يعني شيء جميل طبعا انه سيد رئيس الوزراء يكون موجود مع يعني اهل مهنه الصحافه، وانه يكون في الحقيقه الاهتمام بكمان النقابه والموارد الخاصه بالنقابه. ايه الشيء اللي حضرتك بتعمل عليه واللي بعد هذا اللقاء ان شاء الله يكون في شكل افضل واحسن؟ ادينا بس مثل يعني. لا احنا ناقشنا كل الاهم. احنا دلوقتي الاهم جزء مهم جدا هو الاوضاع الاقتصاديه للصحفيين، وده كان محور نقاش طويل طبعا. وجزء مهم تاني هو التطور المهني للنقابه للصحفيين بشكل عام، وده الموضوع الرئيسي اللي هو مؤتمر العام لنقابه الصحفيين، وهو مؤتمر سيناقش كل قضايا المهنه منها الاوضاع الاقتصاديه، منها مستقبل مهنه الصحافه نفسها. صحيح. وايضا سيناقش ايضا اوضاع التشريعات والحريات والعقبات اللي بتقف امام يعني الصحافه بشكل عام خلال هذه الفتره. ودعونا الحكومة لأن كل الأمر يتم تحت رعايتها، بحيث يكون نقاشات مفتوحة ومن خلال جزء من التواصل مع الدولة خلال نقاش هذه المطالب. والدكتور مصطفى مدبولي أبدى ذلك، يعني رئيس الوزراء أبدى اهتمام بده جدا. كمان دعوناه لفكرة إحنا عندنا جوائز التطوير، إزاي تطوير الجوائز الصحافة المصرية بحيث تكون لائقة بمصر ولائقة بنقابة الصحفيين. وهو أيضا أبدى استعداده لرعاية جائزة النقابة لهذا العام، واللي أتمنى يمتد ده لقطاعات مختلفة من الدولة بحيث نخرج بشكل يليق بجائزة الصحافة المصرية. طبعا أكيد. ناقشنا قضايا أخرى مهمة. أنا تقدير أن في بعض التفاصيل يعني ننتظرها قريبا، ونتمنى أن تتحقق قريبا على مستوى العديد من المطالب، سواء تتعلق ببعض الأوضاع الاقتصادية أو أيضا تتعلق ب يعني ما الخدمات التي تقدمها النقابة للزملاء الصحفيين. أكيد تظل دايما الصحافة المصرية عنوان هام في الإعلام المصري دائما طول الوقت، وهي أيضا يعني جزء من التنوير اللي بيشهده المجتمع من خلال ما تقدمه الصحافة المصرية. الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. أستاذ خالد أشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضراتكم. طيب عشاء كرة القدم، أهلا وسهلا بعشاء كرة القدم وتحديدا الأهلي.
يعني كل جماهير الأهلي وأيضا عشاق الكرة في انتظار المباراة بإذن الله غدا اللي هتكون مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي. وطبعا احنا عارفين انه نتيجة لقاء الذهاب كانت التعادل السلبي، وطبعا كان بين الفريقين، وده بالنسبة للأهلي يعني بيرجح الكفة بتاعت الأهلي، لكن في مباراة العودة هيكون هنا على أرض الاستاد، وهيكون إن شاء الله وسط 70,000 متفرج في استاد القاهرة يوم السبت بإذن الله. هنتابع مباراة الأهلي، أنا شخصيا نفسي أكون موجودة وسط 70,000 دول، لكن تمنياتنا أكيد بالتوفيق. لكن خلينا ناخد تفاصيل نتابع الموقف. خلينا نروح عبر الزوم مع الناقد الرياضي بجريدة الوطن الأستاذ محمد يحيى. مساء الخير يا فندم. أستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ شفكة لحضرتك. مساء الخير يا فندم. يعني خلينا كده نتفائل ونبدأ ونسأل السؤال الأول، كيف ترى الاستعدادات ووضع الأهلي؟ يعني طبعا كان نفسنا أن الأهلي يحقق نتيجة أفضل أو يكون فيه 1-0 على الأقل، ولكن التعادل السلبي كان أكيد بيرجح كفة الأهلي. كيف ترى أنت الوضع والمشهد هيكون عامل إزاي؟ تفضل. يعني طبعا نتيجة كانت كويسة للنادي الأهلي، العودة بتعادل سلبي من ملعب رادس، حضور جماهيري كان كبير. فريق الترجي التونسي مع مدربه كاردوزو عملوا مباراة كويسة جدا، مصطفى شوبير أنقذ واحدة من الفرص الخطيرة اللي كانت ممكن تتسبب في هدف على النادي الأهلي. فالعودة بنتيجة التعادل السلبي نتيجة مميزة للنادي الأهلي، محتاج الفوز بهدف واحد على الأقل أو بفارق هدف عن الأقل عشان يقدر أنه هو يحسم لقب البطولة. فبالتالي المباراة بقت يعني 50-50 طيب. فبالتالي النادي الأهلي فرصه كويسة. بعدين النهاردة في خبر كويس جدا وخبر مبشر لجماهير النادي الأهلي. امبارح كان في التمرين محمد هاني ومحمد عبد المنعم اشتكوا من إصابات ما بين إجهاد عضلي وما بين شد في العضلة الخلفية، ولكن بنطمئن جماهير النادي الأهلي النهاردة في التمرين محمد هاني ومحمد عبد المنعم شاركوا بشكل طبيعي في المران، والاثنين جاهزين للمشاركة في مباراة النادي الأهلي. طبعا الأهلي مش ناقص إصابات بعد غياب طبعا. علي معلول طبعا. بسبب الإصابة في واتر أكيلس ربنا يشفيه وإن شاء الله يعافيه، ولكن كل الفريق الباقي جاهز إن شاء الله للمشاركة أمام الترجي. مباراة صعبة، مباراة مهمة، جمهور الأهلي هيكون اللاعب رقم واحد، لأن كلمة السر إن شاء طبعا. الله في تتويج النادي الأهلي في البطولة. طبعا زي ما حضرتك بتقولي مفيش حد لاقي تذكرة للمباراة، التذاكر خلصت بعد 30 دقيقة بس من صحيح. طرحها عبر موقع تذكرتي صح. والجماهير إن شاء الله تبقى في الموعد وتبقى أكيد. الداعم الأكبر للنادي الأهلي. أنا شخصيا كان نفسي أروح بس يعني الدنيا صعبة قوي. طيب خلينا نروح لشوية تفاصيل أستاذ محمد. الترجي كان بيلعب يعني في مباراة الإياب كان بيدافع أكتر، يعني كان الدفاع هو اللي كان ظاهر في الملعب وما كانش بيهاجم. هل تتوقع أنه الترجي يغير من أو المدرب بتاعه هيغير من وجهة اللعب بتاعته والاستراتيجية بتاعته ويجي يبقى مهاجم أكتر، ولا يفضل في حالة الدفاع، ولا إيه اللي هيحصل؟ خليني أقول لك إن اللي شفته من كاردوزو مدرب الترجي في مباراة الذهاب يقول إنه هو مدرب واقعي، مدرب واقعي يعني عارف إمكانيات لعبة الأهلي أعلى من إمكانيات لعبته، فبالتالي هيلعب بخط دفاع صريح ويعتمد على الهجمات المرتدة. عنده اثنين مهاجمين برازيليين ما شفناهمش بشكل كويس في مباراة الذهاب، لأن لعبة الأهلي كانت الحمد لله موفقة عليهم وكعبهم أعلى منهم، وإن شاء الله ده يكمل في مباراة العودة هنا في القاهرة. فهو هيعتمد على سرعات الاثنين اللعيبة دول، وإن هو يلعب كرات طولية في ظهر دفاع النادي الأهلي، وهيعتمد كمان أكتر على اندفاع النادي الأهلي للهجوم، إلا إنه طبعا هيبقى عارف إن الأهلي بيحاول يسجل هدف التقدم أو هنا في القاهرة وسط جمهور وسط 70,000، هيحاول إن هو يمتص حماس لعبة الأهلي. أعتقد إن هو هيدافع بشكل أكبر في مباراة القاهرة، لأن هو لو فكر إن هو يفتح خطوطه ويهاجم قدام النادي الأهلي هيبقى الخسارة هتبقى ممكن تبقى تاريخية بالنسبة له. لأن طب النادي هل الأهلي تتوقع كمان إن كولر هيبدأ بالهجوم على طول، ولا هيبقى في جس النبض اللي ساعات بيزهقنا ده في الأول؟ لا لا طبعا النادي الأهلي هيبدأ ضاغط من بداية المباراة. الأهلي بيلعب بأربع لعيبة ضغط عالي، طبعا هيكون حسين الشحات، هيكون إمام عاشور، هيكون يعني سواء هيلعب بوسام أبو علي أو كهربا واحد في الاثنين، إن كنت يعني هو كولر
بيفضل ان هو يلعب بوسام علي، ولكن كهربا انا شايف ان المباريات دي بتبقى محتاجاه بشكل اكبر. كهربا عنده قدرات عاليه تمكنه ان هو يقدر يعني يساعد الفريق لتسجيل الهدف، وكان الاهلي محتاجه في مباراه الذهاب. الاهلي النهارده بيرجع له كمان احمد عبد القادر، ممكن نشوفه كلاعب يعني صانع العاب مهم جدا. طب زي ما قلت انه كهربا يعني موجود واحمد عبد القادر بيرجع كصانع العاب، هل مين اللي تتوقع ان يكون نجم المباراه، مفاجاه المباراه؟ بصي انا بتمنى ان يبقى اللعب الجماعي في النهايه، لان اللعب الجماعي هيؤدي لتسجيل اكتر عدد من الاهداف، ولكن اكيد واحد زي بيرسي تاو بخبراته وقدراته ان شاء الله يكون بيقدر ان هو يسجل في المباريات الحاسمه للنادي الاهلي. كمان وسام ابو علي قدم مباريات كبيره جدا، ولكن زي ما انا بقول لك انا شايف ان كهربا لو شارك هيبقى فرصته اكبر ان هو يسجل في المباراه دي. صحيح. او يصنع لزمايله. وكمان امام عاشور مستنيين منه كتير، امام ما كانش في يومه في مباراه الذهاب، ما قدمش المستوى المطلوب، هو لعب العادي، ولكن الناس دايما جماهير الاهلي مستنيه من امام عاشور الاكتر دايما، الاكتر بكتير. مين بديل علي معلول؟ مين البديل؟ اكيد هيلعب كريم فؤاد، هو اللي شارك في المباراه اللي فاتت. فاعتقد ان كولر هيديله الثقه ويكمل بيه في مباراه العوده ان هو يلعب ناحيه الشمال. عنده اكتر من بديل، عنده كريم الدبيس، ولكن اعتقد ان كولر هيعتمد على كريم فؤاد، لان كريم فؤاد لاعب جوكر بيلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال، فاعتقد ان كريم فؤاد هو الاقرب ان هو يكون بديل لعلي معلول. اكيد. طيب خليني أسألك سؤال، يعني طبعا تاريخ المواجهات ما بين الأهلي والترجي بينحاز للأهلي، يعني تاريخ الأهلي هو الأكبر طول الوقت، هل تتصور بأنه إن شاء الله يكون هذا التاريخ أيضا بيكمل يعني بعد هذه المباراة في 2024؟ إن شاء الله، لأن النادي الأهلي تفوقه كبير جدا على نادي الترجي. النادي الأهلي جاب البطولة قبل كده من تونس نفسها، فبالتالي ما عنديش شك ان الاهلي قادر ان هو يحقق البطوله ان شاء الله بدعم ال 70,000 اللي هيكونوا موجودين والملايين من الجماهير اللي هتبقى بتتابع المباراه عبر الشاشات. لعيبه النادي الاهلي لازم بس تكون على قدر المسؤوليه وحاسه بالشعور اللي حضرتك بتقولي عليه. أيوة. انت نفسك تكوني موجوده في الملعب، نفسي كل واحد فيهم يبقى حاسس باحساس جماهير الاهلي اللي نفسها تشوف فريقها رافع كاس البطوله للمره 12. استاذ محمد، مين المهاجم اللي انت متصور انه هيبقى اسد المباراه؟ مين؟ والله اتمنى كلهم يكونوا اسود، اتمنى كلهم يكونوا اسود، ولكن وسام ابو علي قدم مستوى كويس جدا مع الاهلي، اتمنى ان هو يلعب مع جنب كهربا والاثنين نشوف منهم اهداف كتير. وسام هو يعني راس الحربه اللي كان الاهلي بقاله كتير بيدور عليه، واخيرا لقى مهاجم فلسطيني شاب قدم مستوى كويس جدا مع النادي الاهلي. نتمنى ان هو يترجمه لاهداف في المباراه النهائيه، شفناه سجل في المباراه قبل النهائي قدام مازيمبي هدف عالمي، ان شاء الله نشوفه قدام الترجي بيسجل هدف برضه ويقود النادي الاهلي للفوز بالبطوله رقم 12 في تاريخه. أكيد يعني أستاذ محمد يحيى، أتمنى إن شاء الله إنه يعني الأهلي يحافظ على تاريخه وعلى اسمه، وإن شاء الله يفوز بهذه البطولة ويؤكد على تاريخه دايما طول الوقت. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا. يحيى الناقد الرياضي بجريدة الوطن. 70,000 متفرج يعني هيكونوا موجودين داعمين للنادي الأهلي، ده غير بقى اللي هيبقوا أمام الشاشات بيتابعوا النادي الأهلي، وكلنا هنبقى موجودين بنشجع الأهلي وثقتنا في الأهلي كبيرة. إن شاء الله يمتع الجمهور ويقدر يحقق النتيجة اللي تكمل تاريخه المشرف طول الوقت. طيب خلينا نروح بقى لحاجة حلوة، شوية زهور كده وشوية حاجات حلوة، ولو ان زهور الربيع يعني مع هذا الطقس اللي احنا موجودين فيه تصعب عليا الزهور، لان هذه الحرارة العالية جدا يعني بتبقى شديدة جدا على الزهور وعلى الورود، لكن الحقيقة هذا المعرض بننتظره من العام للعام وبيبقى كده مبهج وجميل والناس بتحبه وبتروحه وبيشتروا منه حاجات وفرص كتيرة، الأسعار بتبقى معقولة وبيعمل بهجة كده في البيوت والناس بتنتقي حاجات كتير.
فعاليات معرض زهور الربيع في دورته الـ91 داخل المتحف الزراعي، فيها مشاركة من 200 عارض من القطاع العام والخاص، والحقيقة هيبقى أكيد شكل جميل. تعالوا كده مع تقرير عن هذا المعرض، نشوف شوية زهور كده تهدي الجو، ونكمل بعد فاصل قصير بإذن الله. تفضل. احنا النهارده بنعمل معرض زهور على ارض المعارض باشتراك اكثر من 200 شركه وعارض ومنتج زراعي. المعرض بيقام على مساحه 25,000 متر مربع بخلاف الطرق. المعرض بيقام هذا العام تحت رعايه مباشره لمعالي وزير الزراعه الاستاذ السيد القصير، الحقيقه يعني سهل لنا كل العواقب والمشكلات ليخرج المعرض بهذه الصوره المشرفه التي تليق باسم وتاريخ وزاره الزراعه. حرصنا على اننا نقيم المعرض بشكل فيه نوع من الاخراج المسرحي لهذا المعرض، بحيث يتوسط الزهور تتوسط المتاحف النباتيه، وكل نوع من النباتات له علاقه بالمتحف اللي امامه. ستجد النوع المعروضات عباره عن نجيله طبيعيه، بعض انواع من الجارونيا المزهره، وبعض الانواع اللي في الخلفيه من اشجار النخيل الملوكي والسيكاس، وهي اشجار عمرها اكثر من 15 عام. فده يدي علاقه ما بين ان انا بعرض شجره لها قيمه زمنيه مع متحف له قيمه تاريخيه. معرض الزهور يعتبر من أهم المعارض اللي بتتعمل في مصر، علشان نقدر نحافظ على الطبيعة أكتر، نحاول إن احنا نشوف الأشجار وأنواع النباتات. بنشوف ناس كتيرة جدا، أنا نفسي بتعلم هنا حاجات كتيرة عن النباتات والأشجار، الشجر ده إيه وعمره إيه. عندنا حاجات في المعرض هنا وفي المتحف موجودة أشجار عمرها مئات السنين، الناس بتتفاجئ لما بتعرف الكلام دوت. إحنا تحت شجرة منهم حاليا عمرها يعدي 150 سنة. إحنا مصنع نجيلة بنشارك في المعرض من أول مكان في حديقة الأرمان الناحية التانية، وإن شاء الله بعد ما تتجدد برضو هنبقى هناك تاني. إحنا بنصدر لدول برة، عندنا نجيلة صناعي كل منتجات، بنحاول إن إحنا نواكب الطبيعة شوية، بنعمل منتجات يعني هايبرد ما بين النجيل الصناعي والنجيل الطبيعي، وبنعمل نجيلة صناعي بس بدل الحشوة ما هي صناعي بنعمل حشوة طبيعي شوية بمنتج معمول من مخلفات نخل جوز الهند. ده يقلل من الحرارة، يقلل من الانبعاثات بتاعت الربر والكلام دوت. احنا نعتبر اول شركة دخلت لقي بامبو او نبات الحظ او عصا موسى او اللي هو ايه نبات اللقي بامبو، مدخلينه مصر هنا. ودلوقتي احنا مشاركين بنباتات جديدة، في بيبي أوركيد ده زهرة جميلة جدا، وفي الأنتوريوم زهرة برضو في أصيص زهرة جميلة جدا، وعندنا نباتات داخلية كلها، كل نباتات داخلية. وابتدينا دلوقتي إن احنا نخلي في نباتات تانية، ابتدينا نربيها في المية زي البوتس والسانجونيوم، لأن طبعا الست البيت مش لو هي شغالة فمبتقدرش تراعي النباتات الداخلية، لأن معظم الناس في النباتات الداخلية بيتموت منها لأنها هي بتعطش أو تاخد مياه زيادة وهم ما بيعرفوش. فابتدينا إن احنا نعمل عملية تربية تنمية النباتات في المية، فديا بدأت الناس عليها إقبال جامد من ناحية النباتات المائية. المعرض احنا بنجيه كل سنة، في بتوفر فيه حاجات كويسة يعني كزرع نبات زينة ونباتات عطرية ونباتات جميلة. يعني بنيجي كل سنة بنشتري محتاجاتنا يعني من المعرض عشان نحط حاجة كويسة في البلكونة، نحط في الجنينة حاجة زي كده. النهاردة اشتريت عطر واشتريت فل واشتريت زعتر واشتريت جارونيا، يعني كذا حاجة، ولسه بنلف يعني لسه جايين. أهلا بحضراتكم. خلونا نروح لهذا الخبر. اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. الحقيقة كان في مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع وتدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة.
وده كان في المحلة الكبرى، وطبعا تم تقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلى المدفن الصحي بالسادات بين محافظة الغربية وشركة أسمنت أسيوط سيميكس بحضور السيد باجو كاسترو أزاجيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط سيميكس. خلينا نشوف مزيد من التفاصيل عن موضوع تدوير المخلفات والاستفادة منها. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، مساء الخير يا دكتور خالد. اهلا وسهلا استاذ شفكي، مساء الخير بحضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها، وفعلا يعني مبروك لمصر ومبروك لمحافظه الغربيه توقيع العقد مع شركه متخصصه في اداره المخلفات. وخليني اقول لحضرتك من الاهميه بمكان ان يعني وزاره التنميه المحليه بتشرف على المنظومه القوميه للاداره المتكامله للمخلفات البلدية الصلبة في المحافظات المصرية، وإن حجم الاستثمارات اللي وجهت لمحافظة الغربية حتى تاريخه حوالي 270 مليون جنيه مصري، وده سواء لرفع كفاءة 6 خطوط لتدوير المخلفات في مصنع دفرة بتكلفة 95 مليون جنيه، وده تم التسليم للمحافظة بالفعل. كذلك الأمر تسليم مصنع المحلة الكبرى اللي احنا النهاردة كنا بصدده، وده بتكلفة للخط الكوري الجديد بتكلفة 90 مليون جنيه. كده يبقى خطوط الإنتاج اللي موجودة في مصنع المحلة قادرة على التدوير والتخلص النهائي الآمن من حوالي 800 طن يوم، وهم ده حجم مخرجات، وده رقم كبير الحقيقة يعني. بالضبط يا فندم، وده بيخلينا كمان مع شركة متخصصة من القطاع الخاص المصري واخده يعني عمليات في محافظه اسيوط ومحافظه السويس، لانها تكون قادره على ان تدوير هذه المخلفات وانتاج كمان من عن نتيجه عمليه تدوير وقود المرفوضات اللي بيسمى بالار دي اف، وده بيحل محل الفحم في كمان افران الاسمنت في صناعات الاسمنت، وده مهم جدا. وبالتالي احنا هنا بنشتغل على اولا اداره الاصول اللي الدوله المصريه استثمرت فيها، وبيشاركنا في الاداره والتشغيل قطاع خاص متخصص بياخد المخرجات بتاعه والمنتجات بتاعه عمليات التدوير اللي هي الار دي اف، وبيستخدمها في المصانع بتاعته، وبالتالي بيقل من حجم كمان الواردات من الفحم من ناحيه ثانيه، وبيقلل الانبعاثات الحراريه من ناحيه ثالثه، وبالتالي المردود بتاعها مردود اقتصادي. بالاضافه الى هذا وذاك، هناك ايضا منتجات بتنشا عن عمليه التدوير تسمى بالسماد العضوي المحسن، وبالتالي ده بيساعدنا في انه يعتبر مخصبات للتربة، وبالتالي بيرفع من كفاءة عمليات يعني وكأننا نتحدث عن عملية متكاملة يعني. بالضبط يعني احنا بالضبط بنعمل الانتاج وايضا المخلفات كمان بنستفيد منها بطريقة امنة وصحية. بالضبط. بالإضافة إلى هذا وذاك طبعا نقل المرفوضات النهائية من المحلة وهي في حدود 220 طن يوم للمدفن الصحي. للمدفن الصحي طبعا في السادات، و بيدفن ويتم التخلص تخلص نهائي آمن. طبعا احنا هنا بنوفر كتير جدا على حجم المرفوضات النهائية اللي احنا بنروح ندفنها، وبالتالي بنحافظ على رصيدنا من المدافن الصحية الآمنة لأطول فترة زمنية ممكنة. فطبعا احنا بنهني محافظة الغربية، وده العقد يعد رقم 14 اللي وزارة التنمية المحلية بتنفذه على أرض المحافظات أكيد. المصرية بشراكة استراتيجية مع وزارة البيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية. أكيد نتمنى لكم التوفيق. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، كل التوفيق يعني ما تقدموه بالذات موجود في أسيوط، ويبقى فيه المشروعات كده متكاملة، يبقى فيه المشروع نفسه وأيضا المخلفات استفادة منها، فيبقى المشروع في حالة تكاملية هايلة بإذن الله. طيب تعالوا نروح شوية فن بقى، يعني نروح كده للفن ونروح لمنصة واتشت. منصة واتشت الحقيقة بدأت في عرض مسلسل دواعي سفر، والمسلسل بطولة الفنان أمير عيد، الفنان كامل الباشا، بالإضافة إلى أحمد غزي وجالة هشام وغيرهم. والمسلسل الحقيقة من أول ما نزل عامل حالة نجاح وحالة كده عرض، وأنا بقيت سعيدة جدا بدور واتشت، لأن واتشت بقت تنتقي الحقيقة
نوعية مسلسلات وموضوعات تديها بالذات أوف سيزون زي ما بيقولوا بره شهر رمضان، وتبقى المسلسلات كمان عليها جذب ومشاهدات عالية. المسلسل والحلقات مكونة من 10 حلقات. تعالوا كده نروح ونعرف يعني هذا النجاح، وأيضا نشوف ما هو الاختلاف في دواعي السفر. خلينا نروح للفنان كامل الباشا ونعرف مزيد من التفاصيل. مساء الخير. مساء النور يا فندم لحضرتك والمشاهدين كلهم. طيب المسلسل الحقيقة من يعني أول الحلقات عامل رد فعل لطيف وفي مشاهدات عالية عليه، وانطباعات الحقيقة كلها يعني في صالح المسلسل. يعني رأيك إيه وشفت ده إزاي؟ والله أولا ده من فضل رب لله أننا نلاقي القبول عند الناس ونلاقي الاهتمام ده والمتابعة بالدرجة الأولى. الفضل الكاتب يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الكاتب والمخرج والأستاذ محمد ناير، وده أول عمل هو بيخرجه، هو ككاتب معروف بقاله 10 سنين أو أكتر حتى بيكتب للدراما التلفزيونية، وده أول مسلسل هو كاتبه هو بيخرجه. المسلسل لطيف الحقيقة، الشخصيات جميلة، بيدخل بيوتنا، بنشوف نفسنا فيه، بنشوف إحساسنا بالوحدة وإزاي هنتعامل معاه. صحيح. يعني المسلسل جميل لطيف، وإحنا طبعا سعداء جدا باهتمام الناس وحبهم للمسلسل زي ما إحنا حبينا الشغل فيه. الحمد لله النتيجة بقت يعني كنتوا متصورين الانطباع الناس السريع مع أولى الحلقات، لأنه برضو خلينا نقول الدراما مختلفة بسيطة فيها طبعا نجوم، بس يعني فيهم ناس لسه في أولى الخطوات. فقول لي يعني كنتوا متصورين هذا التفاعل مع الناس؟ والله يعني إحنا لما بنشتغل ما بنفكرش هيحصل إيه بعد كده، إحنا لما بنشتغل بنفكر هل المادة اللي احنا بنقدمها مهمة للناس ولا لا، هل هتلمسهم ولا لا. النتيجة بقى دي بتاعت ربنا وبتاعت الناس بالآخر، يعني هم طبعًا الناس اللي بيقرروا، هم اللي بيشوفوا وهم اللي بيحكموا وهم اللي بيتابعوا. أكيد. ما كناش بنين توقعات، نحب دايما ان الحاجات اللي احنا بنعملها تنجح. اعتماد مسلسلات معينة على النجوم دي حاجة معروفة في كل العالم، يعني طبعا بتهيألي نجاح أي عمل مش مرتبط بوجود نجم أو نجمة فيه، مرتبط بالموضوع وإزاي طبعا وطريقة عرضه وقديه هو بيلامس قلوب الناس. والحمد لله. ويمكن دواعي السفر الناس حست إنها مش قدام مسلسل، إن هي قدام حالة طبيعية. بالضبط. يعني المشاهد طبيعية، التمثيل كده فيه عفوية وتلقائية. تعال نشوف معاك البرومو ونرجع نكمل كلامنا معاك، ايه رأيك؟ طبعا شروع. نشوف معاك البرومو، برومو دواعي سفر. هو انت كويس؟ حابب تقولي ايه اللي مضايقك؟ مش عارف، اهم دي كلمة واضحة، انما انا مش حاسس بحاجة. ايوه يا حبيبتي، ما انت عارف حياتي ماشيه هنا ازاي، صحابي والمواعيد والست اللي انا اتعرفت عليها. انت مين؟ قبطان ابراهيم جارك، ايه مش فاكرني؟ وانا الحقيقه مش فاكر ان احنا كنا جيران. يعني انت عارف ان في حالات اكتئاب كتير جدا اللي بتجيلي في العياده، السبب ورا حالتهم قله احساسهم باهميتهم. مين قال لك اصلا ان انا عندي اكتئاب؟ انت بتعمل كده ليه؟ كنت عايز انها تطمن عليا، انها تفتكر ان انا عايش ومبسوط وبعمل كل حاجه نفسي فيها. انا حجزت طياره كمان شهر وجايه في اجازه كريسمس. انت عايزها تيجي وتكتشف ان انا بقالي 3 سنين بكذب عليها؟ بقول لك ايه؟ انت عايز تتعرف على هدى رشين ولا لا؟ انت فاكر بجد ان انا ممكن اعرف اتجوزها؟ عايز اعرف انت مين؟ انا سامي، مفيش حاجة تانية أقدر أقولها لك عني. بس واضح من الصور بتاعتك إنك بتحب الحفلات والسهرات والفسح، وما شاء الله عندك صحاب كتير. أنا مستعد لك إن الناس كلها حاسة بالوحدة ومستنيها بس حد يجي يتكلم معاها. نقعد نشتكي من الزحمة طول اليوم، في الآخر نروح البيت بالليل نشتكي من الوحدة ويبقى نفسنا في ونس يعني. تفتكري ممكن نحاول تاني؟
الشعب مش موجوع، الوجع مسؤولية الموجوع لوحده. يا أخي أنا عايش، عايش ومبسوط، عايز نبذل نفسي وأنا عايش. لو تعب وزحل على الرمل، مش هو ده السند سر؟ للأسف هو. كنت ليلة أقف بصوب السما كده وأبص عليك. عيش، عيش يا عمي، عيش كل يوم وكان آخر يوم. باشا هو في حد مد إيده هنا قبل ما أجي؟ البرومو الحقيقة بيبين قد إيه المسلسل طبيعي، حياتنا، حياة الشباب، حياة الكبار، دواعي السفر، قصص حياتية حقيقية فيها كده بساطة، فيها بساطة حياتنا. فنان كامل باشا يمكن ده برضو من الحاجات اللي بتخلي الناس بيتفاعلوا بسرعة، بيلاقوا نفسهم جوه الأعمال دي. ده صحيح، بس مش بالمطلق. يعني في مسلسلات أو أفلام بتتكلم عن الفضاء وحاجات طبعا وكمان بتنجح، بس يعني يمكن هنا بالحديث عن يعني أعمال الاجتماعية. يعني ده يعني صحيح. أحيانا البساطة في المسلسل بتبقى قوة، يعني فيها نوع من أنواع القوة، بتدي له قوة وبتدي له جاذبية. ده صحيح، ده صحيح. المسلسل مكون من 10 حلقات فقط، صح؟ صحيح. يعني ليه مش 15 وليه مش 7؟ يعني ليه الاتفاق وصل على 10 حلقات بس؟ والله هو الكاتب لما بيكتب ما بيكونش مقرر هيعمل كام حلقة، بيكون عنده حكاية وعايز يوصلها، ولما الحكاية خلاص بتكتمل عناصرها وبتوصل للناس يبقى كفاية. فالمسلسل ده بيتهيألي الأستاذ محمد لما كتبه كتب الحلقات لغاية ما وصل لنهاية الأحداث، من غير بالظبط. فهو حس إنه المحتوى لا يكفي أكثر من 10 حلقات. يعني ما أعرفش، يعني لازم نشوف العشر حلقات وبعدين نقرر وبعدين نحكم، صح؟ عناصرها اكتملت ولا لا. أكيد. أنا بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله الناس تكمل مشاهدة ويفضل النجاح هو الحليف، ومسلسل جديد ينضم إلى واتشت، والناس أكيد هتبقى بتتابع وأكيد هتستمتع زي ما بدأوا يتفاعلوا معاكم البداية. الفنان كامل الباشا، كل التوفيق لمسلسل دواعي سفر. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. زي ما انتوا شفتوا كده فكرة حلوة، يعني أحيانا بنحب البساطة، والمسلسل يمكن الطابع الرئيسي لما هتتابعوه هو البساطة، اللي هو شبه حياتنا، شبه بيتك، شبه شكل البيت بتاعك، شبه حياتك، شبه التصرف بتاع الشباب. كل ده بيخلي الناس الحقيقة تتفاعل مع هذه النوعية من المسلسلات. فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم باقي فقراتنا لهذه الليلة. عودوا إلينا. اللي قال الفن مرآة الشعوب أكيد ما غلطش الحقيقة، لأن الفن فعلا بيعبر عن الشعوب، بيعبر كمان عن أفكارها وأحلامها. ده اللي بيحصل دلوقتي في مهرجان كان. كان طبعا هذا المهرجان اللي يعني تم افتتاحه منذ أيام طويلة وقرب على الانتهاء، رغم طبعا اللي بيحصل في كان، رغم كل المنع أو الحظر أو محاولات منع الأفكار ووصول الحقيقة، إلا أنه طبعا الفن قدر في مهرجان كان أنه يوصل أفكار والأفكار الحقيقية، وأيضا ينقل روح القضية الفلسطينية لكل الحاضرين داخل فعاليات المهرجان. تفاصيل كتيرة أكيد بتبقى موجودة. خليني أروح إلى مهرجان كان، ومعانا من كان الناقد الفني طارق الشناوي. مساء الخير يا طارق. أهلا شافك، إزيك؟ مساء الخير. أنا عارفة أنت حريص كل عام على التواجد في المهرجان، كلمني عن الكواليس. يعني شفنا مثلا المهرجان كان عامل نوع من أنواع الحظر والمنع، إنه ما يكونش فيه تصريحات سياسية أو يكون فيه شيء يعني رموز يعني للسياسة، لكن كان في تحايل من النجوم، وأيضا الصوت الفلسطيني كان واصل داخل المهرجان. ده صحيح، وحتى في خيمة أقامها رشيد مشحراوي، ده مخرج فلسطيني معروف، تمام، بعرض حاجة اسمها المسافة صفر، أفلام صورها سكان غزة الأبطال أثناء الضرب والعدوان، أثناء الاجتياح، تسجيلية بإشرافه هو،
تمام. لان هو ما هو اساسا غزاوي يعني طبعا. رشيد صحيح موجود في الضفه ولكن هو مسقط راسه غزه، فبالتالي يعني عارفهم كلهم وعارف كل التفاصيل. تمام. وعرض بعض الافلام في الخيمه والسوق فيه اعلام فلسطين. امبارح كان في فيلم فلسطيني في قسم مهم قوي اللي هو اسبوعي المخرجين قوبل بهتافات داخل الصاله اللي بيسموها الكنزان داخل صاله العرض لفلسطين، وبعدها حتى باللغه العربيه يعني بالانجليزيه والعربيه تحيا فلسطين. طيب يعني اذا يعني الانطباع موجود والتفاعل موجود. شفنا كمان عدد من الحاضرين منهم الممثله العالميه كيت يعني بلانشيت. كيت بلانشيت كانت لابسه فستانها بمنتهى الذكاء، يعني قدرت ان هي تلبس اللون اسود وابيض واخضر والريد كاربت احمر، فحققت المعادله من غير ما تبقى يعني عملت اي اختراق للمحظورات اللي كان. بالعكس انا عملتها بفن يعني مزبوط. هي عبرت عن موقف سياسي بابداع فني عندما تجعل السجاده الحمراء جزء من الحكايه يعني أيوة. جزء من توصيل الرمز. طبعا ده في حد ذاته ابداع خاص يعني أكيد. بعيدا حتى عن الرساله المهمه اللي هي عايزه تقولها، لكن ده نوع من الابداع الخاص. طيب كلمنا عن الافلام، يعني عاده دلوقتي بقينا نشوف بالذات في مهرجان كان من اهم المهرجانات السينمائيه، ولكن بقى في نوع من انواع التسييس لعدد من الافلام، يعني بتبقى عارف انه الاتجاه رايح فين. يعني هل ده حاصل هذا العام في هذه الدوره؟ لا انا عايز اقول يمكن السنه دي ما اقدرش اقول انه المستوى الفني عالي جدا، لكن في افلام ستترك بصمه زي مثلا فيلم المتدرب. ده فيلم امريكي باخراج مخرج ايراني عن ترامب ومقدم الحياه الشخصيه له. وطبعا في قضيه حاليا بالمناسبه ترامب اقامها ضد المخرج وضد الشركه ضد الفيلم يعني اللي انتجت الفيلم، لانه الفيلم بيقدم عقد السبعينيات اللي هو كان بدا فيها يعني ايه يفكر في التوجه السياسي ومقدم بقى ايه هي مبادئ ترامب اللي هي بتعتمد على الانكار. يعني يعني اول حاجه يعملها اي ما كانت هناك حقيقه، مفيش حاجه اسمها حقيقه، هو يعني يقول لا ما حصلش. وهنا الفيلم انتاج امريكي بمخرج ايراني يعني بس هو جنسيه الدنماركيه يعني لان هو نفس المخرج ده يعني ايه مش مرضي عنه قوي في ايران، فهو بعيدا عن ايران لكن هو جنسيته ايراني. طيب ايه كمان في ايضا في ايضا مثلا فيلم محمد رسالوف ده مخرج ايراني يعني طلع ضده حكم في السجن 8 سنوات هو حاليا بره ايران واحنا بنترقب بالمناسبه وصوله بكره احتمال يصل الى كان واحتمال طبعا يخاف لان هو مطلوب فيخاف انه يتم القبض عليه داخل المهرجان مثلا. والله انا مش عارف لان هو بنترقب من اول يوم في كان احتمال يجي. طيب خليني يعني كيف ترى السعفه الذهبيه هتكون لمين هذا العام؟ لا والله صعب لان مش لاقي يعني مثلا كلنا كان يعني ايه كان عندنا امل في افلام وتخيبت التوقعات لكن احتمال يعني ما نقدرش نوقن احتمال انه يعني فيلم غير منتظر له جائزه ان يحصل عليها. اللي عايز اقوله كمان في حاجه مهمه، في مشاركه مصريه ومشاركه عربيه. ايوه عايزين نتكلم عليها. يعني مثلا مصر لها فيلمين. فيلم في اسبوع النقاد كويس، وفيلم في اسبوعي المخرجين لهالة القوسي بتاع اسبوعي المخرجين، والفيلم بتاع اسبوع النقاد لندى رياض وايمن ابراهيم عرض ولقى الاثنين يعني لقايا احتفاء.
يعني الناس رحبت بالموضوعات وبايه يعني كان في تفاعل وبالشكل السينمائي. الفيلم اللي شرق 12 ده فيلم هاله. وجهت عيني للسماء ده فيلم نظر رياض اللي هو معروض في اسبوع النقاد. كان رد الفعل ايجابي جدا للفيلمين، ناهيك عن السعوديه لها فيلم نوره، المغرب لها اكتر من فيلم اعتقد المغرب اللي زي الكل يحب تودا، ده فيلم مهم اعتقد اكتر من مهرجان مصري هيسعى انه يعرضه. الجزائر بالمناسبه كان في موقف جميل جدا، الجناح الجزائري استضاف الفنانين الفلسطينيين واقام حفل لهم، ده برضو يعني يجب ان يذكر بانه طبعا في مواقف بتتقدم داخل المهرجان. بيظل الحقيقه يا شفكي حلم لينا كلنا ان يكون لمصر جناح، اتمنى طبعا الرسالة دي كلنا توصل. الحقيقه كلنا بنتمنى انه يكون لها جناح، وقبل ان يكون لها جناح يكون لها فيلم قوي، يعني احنا مش من طبعا. اقل ان احنا يكون أفلام. عندنا فيلم يبقى موجود في المسابقه الرسميه لينا. طبعا كنا احنا طبعا يعني اخر فيلم كمسابقه رسميه يوم الدين اظن كان سنه أيوة. 17 صحيح طبعا من مده بقى لنا 7 سنين أيوة. ابو بكر شوقي وكان أيوة. فيلم جيد جدا. نتمنى قطعا ان يكون لينا فيلم العام القادم في المسابقه أكيد. انا بقول وجود جناح يرفرف يعني عليه العالم المصري، يعني انا دي الحقيقه مش قادر يعني افهم المساله مش ماديه، لان ممكن الجناح ده تساهم فيه اكتر من وزاره طبعا. مش بس وزاره الثقافه طبعا. ولا مهرجان القاهره طبعا، لان هو جناح لمصر صحيح. مش لمهرجان القاهره صحيح، يكون موجود كده ويبقى لأنه مصر أم الفنون فطبيعي أنها تبقى موجودة. طيب في النهاية مين ممكن ياخد أحسن ممثل أحسن ممثلة يعني سريعا؟ لا والله لسه يعني مش يعني الواحد مش قادر يحدد كده وهو مطمئن، لأن ممكن نقول حاجات تطلع كلها في شنك. طب إيه العنوان اللي أنت من خلال مشاهداتك اللي تقدر تحطه كعنوان صحفي على مهرجان كان لعام 2024؟ ايه العنوان؟ قليل من الافلام الجيده، قليل جدا، قليل من الافلام، لكن كثير من الصخب موجود وقليل من الابداع. ورغم التضييق على فلسطين الا ان صوت غزه موجود في كان بقوه بجد. بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق، ونكمل بقى كلام وكواليس بعد السعفة الذهبية، من سيأخذ السعفة الذهبية إن شاء الله لما ترجع بألف سلامة. الناقد الفني طارق الشناوي من كان، أشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم دايما المهرجانات بالذات الآن أو السينما بشكل عام الآن ما بقتش، خليني أقول ما بقتش محايدة طول الوقت، لأنه السينما بتشوف إنها من حقها تقول رأيها ومن حقها إنها تعمل نوع من أنواع التوثيق، وأحيانا بيبقى من حقها إنها تبقى مؤثرة تأثر في رأيك أو تغير في أفكارك أو تتبنى وجهة نظر أو تكون هي مع وجهة نظر، كل ده شيء وارد، وده بقى بيحصل بشكل كبير في الأفلام الأمريكية أو في أفلام وغيرها، أو تغسل وجه بلد ما. حصل كتير في السينما الأمريكية إنها عملت عملية غسيل لوجهها في كثير من القضايا من خلال الأفلام السينمائية، ده كتير ممكن يحصل. إن شاء الله نقدر كمان نكمل وإحنا نقدم فن ويكون لنا بجد دور أكبر في السينما، ونقدر نكون مؤثرين، ونقدر يكون عندنا أفلام تبقى موجودة في هذه المهرجانات الكبيرة. وقتنا انتهى النهاردة، بتمنى ليكم إن شاء الله يكون بكرة مع التاسعة فقرات أخرى مختلفة بإذن الله. بنحاول دايما نكون متابعين معاكم مع المشهد المحلي وأيضا الأخبار وأيضا ما يحدث في قطاع غزة، ولكن في النهاية خلينا نكون متفقين بأنه دايما صوت مصر قوي، صوت مصر مش ممكن حد يلوي دراعه، صوت مصر لا مقال ولا مواقع ولا آراء ولا تصريحات مجهلة تقدر إنها تؤثر على دور بحجم مصر ومكانة مصر، وأيضا بكل ما تبذله مصر في القضية الفلسطينية. زي ما مصر كانت موجودة طول الفترات مع القضية الفلسطينية، زي ما كانت موجودة من أول الاجتياح، زي ما كانت الشاحنات المصرية موجودة بطول العريش
ومتقدمة على معبر رفح ل يعني مساعدة ودعم أهلنا في قطاع غزة، يفضل الدور المصري شامخ واقف واضح وصوته عالي بالحق. وقتنا انتهى في 9، ولكن أخبارنا دايما متجددة معكم غدا بإذن الله. زميلتي العزيزة هدير أبو زيد تكون مع حضراتكم، أما أنا ألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. مني كل التحية، تصبحوا على ألف خير.